الاعداديون الاحمر لانه يرمز اضافة الى اللون الابيض لشعار النادي، لكنه قد يتحول هذا الموسم الى لعنة تحول دون تحقيق الفريق لنتائج ايجابية، خاصة وان قاموس اللعبة يضم بطاقة لونها احمر تلقاها لاعبو الوداد في 7 مناسبات من اصل 12 مقابلة، اخرهما الحارس الدولي نادر المياغري في قمة الدورة ضد الماس، قمة بدأها الفريق البيضاوي بمحاولة صريحة لاحمد اجدو. البرازيلي جيفرسون جرب حظه من تسديدة تألق في إبعادها رجل المباراة الحارس أنس زنيتي، ما جعل البياض هو السائد في الجولة الأولى. في الجولة الثانية ومع الانطلاق ب5 دقائق انسلال للمهاجم قادر فال، الحكم يترك الامتياز رغم التدخل القوي للمياغري، وبالعمري يضع الكرة في الشباك مانحا التقدم لرجال الطوسي. هدف ألهب حماس الجماهير الفاسية وزاد الوضع تعقيدا في ضفة الوداد بعدما عاد الحكم وطرد المياغري. رغم ذلك البطل عاد للمواجهة بهدف التعادل للكونغولي فابريسون داما الذي استغل تمريرة في العمق لخالد السقاط خلال الدقيقة 66. فرحة الجمهور الودادي بهذا الهدف لم تدم سوى 6 دقائق، حيث استعاد الماس التقدم الذي رسم له خارطة الفوز، والموقع السنغالي قادر فال في الدقيقة 72. المغرب الفاسي بهدفين لواحد اقتنص فوزه السادس.